الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: صفاته بالغة الجمال واحكم لها بذروة الكمال. نعم، صفات الله عليا، هذه القاعدة، صفات الله عليا. يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فكل صفة نثبتها لله عز وجل فلله أعلاها وكمالها. فتقول: الله له العلو المطلق، القوة المطلقة، القدرة المطلقة، الهيمنة المطلقة، السمع المطلق، وهكذا. فجميع صفات الله يجب عليك أن تؤمن بأن الله له أكملها وأعلاها ونهايتها. وهذا من جملة الفروق بين صفات الله وصفات الخالق. فالمخلوق له مطلق القوة أي بعضها، والله له القوة المطلقة أي كلها. المخلوق له مطلق العلو أي بعضه، الله له العلو المطلق أي كله. المخلوق له مطلق السمع والبصر أي بعضه، الله له السمع الكامل من كل وجه والبصر الكامل من كل وجه، على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولا يجوز الوصف للخلاق بالمكر والخداع بالإطلاق، بل في مقام المدح أثبتنها، وفي مقام الذم فر منها. طيب، أرجو من الله ثم منكم أن تضعوا أقلامكم وتنتبهوا لمحبكم قليلا. اعلموا وفقكم الله وشرح الله صدري وصدوركم للعلم وقبوله وتيسيره، أن صفات الله عز وجل باعتبار إثباتها ونفيها عنه لا تخلو من ثلاثة أقسام، باعتبار إثباتها أو نفيها ثلاثة أقسام. صفات هي كمال من كل وجه، فهذه نثبتها لله مطلقا، كالحياة والعزة والعلم والقدرة والسمع والبصر. القاعدة اللي عندنا هذه مين في القسم الأول، ليست في قسم الكمال المطلق. القسم الثاني: صفات هي نقص من كل وجه، كالغدر والخيانة والموت والظلم والضعف واللغوب والعجز والإعياء، هذه ننفيها عن الله مطلقا ونثبت لله كمال ضدها. القاعدة التي معنا ليست في هذا القسم، إذا ما كان كمالا مطلقا فلا يدخل معنا في القاعدة، وما كان نقصا مطلقا لا يدخل معنا في القاعدة. بقينا في قسم متوسط: صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه. فإن جئتها من هذا الجانب وجدتها كمالا، وإن جئتها من هذا الجانب وجدتها. فما مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ هو ما تنص عليه هذه القاعدة، وهي بدون ما تكتبون، وهي أننا نثبتها لله حال كونها كمالا، وننفيها عن الله عز وجل حال كونها نقصا. هذه قاعدتنا. أضرب لكم فيها أمثلة. المثال الأول: صفة الاستهزاء، هل نصف الله بها؟ تقول: إن صفة الاستهزاء ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل هي من الكمال باعتبار ومن النقص باعتبار. فأثبت الاستهزاء لله حال كون الاستهزاء كمالا، وأنفي الاستهزاء عن الله حال كون الاستهزاء نقصا. متى يكون كمالا ومتى يكون نقصا؟ ذلك كما يلي: إذا كان الاستهزاء من باب الجزاء والمقابلة فإنه كمال لدليل كمال علم الله وقدرته على معاملة الظالم بإيش؟ والماكر بظلمه ومكره. وأما إذا كان استهزاء ابتدائيا بلا سبب يقتضيه ولا موجب يوجبه، فحينئذ هذا ظلم واستهزاء، ظلم وجهل. ولذلك لما قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني استهزاء ابتدائيا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء الابتدائي ظلم ينزه الله عنه، وأما الاستهزاء الجزائي فهو كمال. ولذلك لا تجد الاستهزاء مضافا إلى الله عز وجل إلا من باب الجزاء والمقابلة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: إن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن، الله يستهزئ به. فلما استهزأوا استهزأ، إذن من باب الجزاء والمقابلة. فالاستهزاء الجزائي يوصف الله به، الاستهزاء الابتدائي لا يوصف الله به. ومثله يقال في المكر: ابتداء لا، جزاء نعم، ومكروا ومكر الله. الكيد: ابتداء لا، جزاء نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
السخرية ابتداء لا جزاء نعم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فأسخرون منهم سخر الله منهم. العجب، النسيان، الانتقام، كلها تدخل تحت هذه القاعدة. إذا قيل لك هل يوصف الله بالنسيان، فقل لا أقول يوصف بالنسيان مطلقا ولا أنفي النسيان عن الله مطلقا، وذلك لأن النسيان ليس كمالا مطلقا ولا نقصا مطلقا، وبيان الحال أن يقال إن النسيان في لغة العرب له معنيان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، وهذا نقص ينزه الله عنه، وهو النسيان المنفي عن الله عز وجل في قوله ولا يضل ربي ولا، أي لا يغفل ولا يذهل، وما كان ربك نسيا أي لا يذهل ولا يغفل. فإذا النسيان بهذا المعنى احذر من أن تضيفه لله. هذا أنا وأنت ننسى، نعم أحيانا يحط الواحد بشته في مكان أو نظاراته أو مفتح سيارته في مكان ثم يسأل عنه، ما النسيان الذي أصابه؟ الغفلة والذهول، الغفلة والذهول، هذا نقص فينا، نقص في علمنا، نقص في إحاطتنا، أما الله فينزه عن ذلك. أنتم معي ولا لا؟ وأما النسيان الثاني فهو معناه الترك، الترك عن علم وعمد، جزاء ومقابلة للمتروك على فعله، وهو النسيان المضاف إلى الله. نسوا الله أي تركوا الإيمان به عن علم وعمد، فنسيهم أي تركهم حال كونهم محتاجين له عن علم وعمد، جزاء وعقوبة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ليس معنى نسيتها هنا غفلت وذهلت عنها، فالناسي بمعنى الغافل الذاهل هذا معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي غفلنا وذهلنا، لكن ليس النسيان هنا هي الغفلة والذهول، لأنه نسيان رتب الشارع عليه عقوبة، فدل ذلك على أنه نسيان الترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها عن علم وعمد، إباء وطغيانا وعدوانا واستكبارا وكفرا. وكذلك فكذلك اليوم تنسى، يعني فكذلك ننساك اليوم أي نتركك عن علم وعمد منا جزاء ومقابلة لك. فإذا لا يأتينا أحد يقول والله القرآن يثبت النسيان لله في مكان وينفي النسيان عن الله في مكان، أوليس هذا من التناقض؟ فنقول لا، لأن الآيات التي تثبت النسيان لله إنما تثبت نسيان إيش؟ الترك، والآيات التي تنفي النسيان عن الله إنما تنفي النسيان الغفلة، فلا إشكال لله الحمد منه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة والكلام عليها يطول. فالصفة إذا كانت كمالا مطلقا فأثبتها مطلقة، والصفة إذا كانت نقصا مطلقا فانفها مطلقة وأثبت لله كمال ضدها، والصفة إن كانت كمالا من وجه ونقصا من وجه، بندر جبل شوف اسكون، كمالا من وجه ونقصا من وجه فأثبتها لله عز وجل حال كمالها وانفها عن الله عز وجل حال نقصها. إذا أردتم العجب فاسألوني بعد الدرس، هل يوصف الله بالعجب ولا ما يوصف الله بالعجب، لأننا نريد أن نمشي في الأبيات. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والواجب المحتوم في نص الصفة ثلاثة: إثبات هذه الصفة مع نفي تمثيل ومع قطع الطمع في درك كيفياتها فلتستمع. نعم، هذه القاعدة أريد أن أشرحها قبل أن أملي نصها، فانتبهوا لي وفقكم الله، أسأل الله أن يشرح صدوركم للعلم وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. والله أني أحبكم في الله وأحب لكم ما أحب لنفسي، ولا أريد أن نتجاوز معلومة إلا وقد اشتركنا جميعا في فهمها. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فإياك أن تتجاوزه حتى تحقق فيه ثلاث واجبات سنية سلفية. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فالواجب عليك أن تحقق فيه ثلاث واجبات سنية سلفية. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فاهدأ عند توقف عنده قليلا حتى تحقق فيه ثلاث واجبات. الواجب الأول أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص.
الواجب الثاني أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة، أي قطع دابر المماثلة. أنتم فهمتم؟ الواجب الثالث أن تكف عقلك عن البحث عن كيفية الصفة، فأي نص من نصوص الصفات حققت فيه هذه الواجبات الثلاث فأنت من أهل السنة والجماعة في هذا. في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، هذا من نصوص الصفات، ما الواجب عليك فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة الوجه، وأن أعتقد أنه وجه لا يماثل وجوه المخلوقين، وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الوجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت من أهل السنة والجماعة في هذه في هذه في هذا النص. روح النص ثاني جزاك الله خير، روح النص ثاني. يقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، هذا من نصوص الصفات، ما الواجب عليك في ثلاثة أشياء: أن أؤمن بأن الله استوى على عرشه، وأن أؤمن بأنه استواء لا يماثله شيء من استواء المخلوقين على ظهور الفلك والدواب، وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الاستواء. سهل، هذا مذهب السنة والجماعة في الصفات. وكل واجب من هذه الواجبات قد خالفنا فيه طائفة من الطوائف، قد خالفنا فيه طائفة من الطوائف. المثال الثالث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، هذا من نصوص الصفات ولا لا؟ ما الواجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة النزول، فأؤمن بأن لله نزولا. اثنين: أنه نزول لائق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. ثلاثة: أن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول. صعبة؟ صعب مذهب أهل السنة؟ هذا الواجب. فإذا لا يكفيني أن أثبت الصفة فقط، لأن الممثلة أثبتوا الصفة، ولا يكفيني أن أؤمن بالصفة وأقطع دابر المماثلة فقط، لا، بل لابد مع هذين الواجبين من قطع دابر البحث عن الكيفية أيضا. فإذا خلاصة القاعدة: الواجب في نصوص الصفات إثباتها، وقطع دابر المماثلة، وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. أعيدها حتى تكتبوها: الواجب في نصوص الصفة صفات إثباتها، أو نقول إثبات الصفة أحسن، إثبات الصفة التي يدور حولها النص، إثبات الصفة التي يدور حولها النص. اثنين: ذكروني، قطع دابر، قطع دابر المماثلة، ليس كمثله شيء. ثالث: قطع الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة، قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قاعدة والقول في الصفات جزما كما نقوله في الذات. نعم، القاعدة هذه تقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهي من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التدمرية، فإنه بنى كتابه هذا على قاعدتين، على أصلين عظيمين ومثلين مضروبين وقواعد جامعة. هذا من جملة قواعده الجامعة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى أي شيء تقوله في ذات الله قله مباشرة في صفات الله، فالباب واحد والقول متحد، فلا تفرق بين متماثلين. بمعنى إذا جاءك المعطل وقال أنا لا أؤمن باستواء الله عز وجل على عرشه، فقل له: هل أنت أصلا تؤمن بأن الله بذات الله؟ هل تؤمن بشيء اسمها الله؟ تؤمن بذات الله؟ فإذا قال نعم، قل له: هل تؤمن بأن ذات الله عز وجل ليست كذوات خلقه؟ سيقول نعم. فقل له: إذا كنت تؤمن بأن الله بأن ذات الله عز وجل موجودة، فإذا يجب عليك أن تؤمن بأن الصفات موجودة، لأن الكلام في هذا كالكلام في هذا، لا يمكن أن توجد الذات وتكون الصفات معدومة، تلعب أنت، هذا منافي للعقل. إذا كنت تؤمن بأن لله ذاتا موجودة، فيجب عليك مباشرة أن تؤمن أن لله صفات
موجودة. اثنين، إذا كنت تؤمن بأن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين، فإذا يجب عليك أن تؤمن بأن لهذه الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين. إذ من التناقض العقلي الصارخ غير المقبول عقلا ولا فطرة بأن تقول إن لله ذاتا لا تماثل الذوات وله صفات تماثل الصفات، هذا خطأ. فإذا كنت تؤمن حقيقة بأن لله ذاتا لا تماثل الذوات فيجب عليك ضمنا أن تنقل هذا القول للصفات، فإن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. فإذا كنت تؤمن بأن ذات الله موجودة فلهذه الذات صفات موجودة، إذا كنت تؤمن بأن هذه الذات لا تماثل ذوات المخلوقات فكذلك أيضا هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقات. انتبه، إذا كنت تؤمن بأن هذه الذات ذات علية في العلو المطلق فيجب عليك أيضا أن تؤمن بأن هذه الصفات عالية في العلو المطلق، إذا كنت تؤمن بأن هذه الذات لا يجوز السؤال عن كيفيتها فكذلك أيضا تلك الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها، فما تعطيه من الأقوال في الذات فانقله مباشرة في الصفات. وأما من أعطى الذات قولا وأعطى الصفات قولا فهذا متناقض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والقول في البعض لها جميعا فكل ما أذكره سميعا. قوله والقول في البعض لها جميعا، هذه القاعدة تقول القول في صفة القول في الصفات كالقول في بعضها، القول في الصفات كالقول في بعضها، القول في الصفات كالقول في بعضها. ارفع صوتك، انا بسمعك وانت بعيد، ارفع صوتك. القول في الصفات كالقول في بعضها، يعني ما تقوله في صفة واحدة فإنه يجب عليك أن تقوله في كل صفة. إياك أن تعطي صفة الوجه قولا غير صفة اليدين، أو تعطي صفة اليدين قولا غير صفة الاستواء، أو تعطي الاستواء قولا غير صفة العلو وغير صفة المعية. لا، ما تقوله في صفة واحدة فإنه ينجر معك في كل الصفات، لأن باب الصفات باب واحد، فلا يجوز لك أن تفرق بين الباب الواحد بالتفريق بين القول فيه. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يعطون الصفات السبع قولا وبقية الصفات يعطونها قولا آخر، والأشاعرة من أشد الطوائف تناقضا في هذا الباب. فإن انتبهوا لي، فإنك إذا أتيت الأشعرية تقول ما مذهبك في الصفات، فيقول أنا أؤمن بسبع الصفات وقد ذكرتها لكم سابقا في الدرس الماضي. تقول ومذهبك في الباقي؟ يقول والله اسمح لي أنا ما أثبتها. فتسأل الأشعري عن الضابط والفرقان الذي فرق بين ما أثبته وبين ما نفى، فهو سيجيبك بأحد فرقانين. الفرقان الأول أنه سيقول إن الصفات التي أثبتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه، إذن أعطى الصفات قولا. ماذا تقول له أيها السني؟ يلزمك أن تقول هذا القول في الصفات التي نفيته، فبما أنك أثبتت سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، وأثبتت لله بصرا لا يماثل بصر المخلوقين، إلى وصلت سبع، يجب عليك أن تثبت رحمة لا تماثل رحمة المخلوقين، وعلوا لا يماثل علو المخلوقين، واستواء لا يماثل استواء المخلوقين. فما قلته في صفاتك السبع فيجب عليك أن تقوله في بقية الصفات، وإلا أنت متناقض. طبعا سيقول هو لا يا أخي، أنا الصفات التي أثبتها إنما أثبتها على الوجه اللائق بالله. قل طيب، والصفات التي نفيتها يجب عليك أن ترجع وتثبتها على الوجه اللائق بالله. فإن قال لا يا أخي، إن الصفات التي نفيتها لو أثبتها لاستلزم إثباتها مماثلة الله بخلقه، فقل طيب، والصفات التي أثبتها تستلزم أيضا مماثلة الله بخلقه، فيا تثبت الجميع وتريحنا، ولا تنفي الجميع وتروح مع المعتزلة. أما تقعد تلعب على الحبلين تثبت بعض وتنفي بعض، هذا خطأ. فإذا ما يستطيع الأشعري أن يجيب عليه، بل إنك تقول له هل المعتزلي الذي ينكر الصفات كلها راض عليك يا الأشعري في إثبات السبع؟ هل المعتزلي راضي عليك في إثباتها السبع؟
المعتزلي يقول يا أخي اللي قواك أنك تنفي وتنكر الصفات كلها هذه السبع بقيت انكرها وتعال معنا حطلها بحال بعينك الله حطلها خلك معنا أحسن لك لا قد يلزمك أهل السنة. هل الأشعري سيوافق المعتزلي على نفيها ولا سيدافع عن صفاته التي أثبتها؟ أجيبه سيدافع عن صفاته التي أثبتها. يقول العلماء إن دفاع الأشعري عن صفاته التي أثبتها هي رد السني عليه في الصفات التي نفاها. الأشعري ممسوك ممسوك ماسكها المعتزلة بإثبات السبع وإنما ماسكينها بالردود. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية يقول فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقصد من؟ يقال له كما يقوله هو لمخالفه اللي هو من؟ فيما أثبته. يقول أي قول يقوله الأشعري ردا على المعتزلي دفاعا عن صفاته السبع فهو بعينه رد السني على الأشعري في الصفات التي نفاها لأن القول في الصفات قول واحد. فإذا كانت صفة السمع إثباتها لله لا تستلزم مماثلة الله بخلقه فإذا جميع الصفات إثباتها لا يستلزم مماثلة الله بخلقه. وأما أن تجعل بعض الصفات إثباتها يستلزم والبعض الثاني لا يستلزم فهذا تناقض واضح صارح. هذا الجواب الأول للأشعري لكن عنده جواب ثاني يفزع له إذا ألزمه السني وضيق عليه. وما هو؟ قال أصلا أيها السني إن الصفات التي السبع التي أثبتها لم أثبتها بدلالة النص وإنما أثبتها لأن عقلي أصلا دل عليها. فالصفات السبع التي أثبتها إنما دل على إثباتها العقل. فالخلق دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإرادة والقدرة لا تقوم إلا بحي أي ثلاثة حين. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما ويلا يمشي. فإذا صار مبدأ إثبات الأشعري لهذه السابع ليس مبنيا على ماذا؟ ليس مبنيا على البرهان والنص. أثرى ما أثبتها إلا إيش؟ من عقله. فكيف نجيب عنه هذا؟ فنجيب عنه بقولنا إن باب الصفات باب غيبي والأبواب الغيبية ليس مردها إلى ماذا؟ إلى العقل وإنما مردها إلى النصوص. هذا واحد. اثنين إن العقول في هذا الباب متفاوتة فعقل جدكم الجهمي عجز عن إثبات الأسماء كلها وعجز عن إثبات الصفات كلها وعقل أبيكم المعتزلي قدر ولله الحمد على إثبات الأسماء ولكنه عجز عن إثبات الصفات. وأما عقل الحفيد الأشعري فقد قدر على إثبات الأسماء ولكن لم يستطع أن يثبت إلا من الصفات إلا. فإذا عقولكم متفاوتة فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ أفبعقل الجهمي ولا بعقل المعتزلي ولا بعقل الأشعري؟ بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ كل واحد يزعم أن عقله هو العقل الذي يجب على الأمة أن ترجع لمقتضاه وأن تدين بنتائجه. فإذا الكتاب والسنة ما ترد إلى عقول الناس لأن العقول متفاوتة. ومن خصائص الشريعة طلب الثبات. فلو رددنا المسألة إلى ما تثبته العقول وما تنفيه لرددناها إلى مضطرب مختلف إذ كل واحد سيقول عقلي هو العقل الأسمى الذي ينبغي للأمة أن تدين له فتضطرب الأمة ويكثر الخصوم والنزاع فيها. فإذا مرد القبول والرد على النصوص التي يتفق الجميع على الإيمان والتسليم لها. لا أشعري متناقض. عطنا وش الكلام هذا على أي قاعدة؟ إذن هذان أصلان من أصول ابن تيمية في التدمرية. القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. هذا الأصل الأول يا أستاذ محمد. والثاني القول في الصفة في صفة واحدة أو في الصفات كالقول في بعضها. واضح القاعدة؟ واضح القواعد؟ واضح القواعد ولا لا؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله واضح. من يقول واضح؟ من يكرر من يعيد لي الأصلين فقط؟ جمال بدون ما تشوف
صح. لا لا اعكس 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 القول في الصفات. خل الذات هي الأصل يا جماعة. يا حبيبي خل الذات هي الأصل. القول خل الذات هي الأصل. الآن الجواب الآن هو الصح اللي بيجيبها الآن. جوابها الآن هو الصح. إيش هو يا جمال؟ خطأ. معلش لك سوابق جميلة تشفع لك. وإذا المحبوب إيش؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هذا غزل عذري. أي نعم. إذن صارت الصفات هي الفرع والذات هي الأصل. إذن القول في الفرع كالقول في الأصل، القول في الفرع كالقول في الأصل، يعني القول في الصفة كالقول في الذات. كالقول في بعضها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ونعلم المعنى كما قد قرر، ونجهل الكيف كما تحرر. نعم. نص القاعدة يقول: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات لا كيفياتها. أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات لا كيفياتها، وذلك لأننا ننظر إلى صفات الله عز وجل من جهتين يا أبا تميم. ونعم. ننظر إلى صفات الله عز وجل باعتبار جنبك أحد وراء العمود. ننظر إلى صفات الله عز وجل باعتبارين: باعتبار معانيها اللغوية، وباعتبار كيفياتها على ما هي عليه. أما باعتبار معانيها فإن أهل السنة يتكلمون في معاني الصفات ويحملونها على المعاني المتقررة في اللسان العربي. فوجه الله معناه ما أقول كيفيته، معناه لغة، معنى الوجه لغة ما هو؟ ما تحصل به المواجهة، ليس كذلك؟ معنى السمع لغة سماع الأصوات، معنى الرؤية البصر رؤية الأشياء، ولا لا؟ معنى الاستواء، إذا قال استوى فلان على كذا معناه العلو والاستقرار والثبوت، هذا معناه لغة. أهل السنة يعلمون المعاني، لكن إذا جاءوا في الكلام على الكيفيات سكتوا، لا يتكلمون عن كيفيات الله عز وجل، لأنه لا يعلم كيف الله في صفاته إلا الله تبارك وتعالى. حتى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة لا يعلمون كيفية وجه الله، ولا سمع الله، ولا بصر الله، ولا حياة الله، مع أنهم ملائكة وأسكنهم الله في سماواته وهم أقرب إليه منا ومع مكانا، ومع ذلك لا يعلمون كيف الله عز وجل. إذا ما في أحد يتعرف على كيفية شيء من صفات الله، لكن معانيها على حسب اللسان العربي فإننا نعلمها، لأن الله خاطبنا في كتابه باللسان العربي، ولم يخاطبنا باللسان العربي إلا وهو يريد منا أن نحمل تلك الألفاظ على المعاني اللسانية العربية المتقررة عندنا، إذ لا يمكن أن يخاطبنا بلفظة عربية وهو يريد منا غير معناها، لأن هذا إلغاز ومخادعة، والله عز وجل متنزه عن ذلك. فإذا ما خطبك بلفظ الوجه إلا وهو يريد منك أن تفهم معناه على حسب لسانك ولغتك أنت، لكن إذا جئت إلى حقيقة كيفية وجه الله فتقول لا أتوقف فيها. جاءني طالب وقال: هل يمكن يا أستاذ أن نعرف معنى شيء ونجهل كيفيته في نفس الوقت؟ أقول نعم، وضربت له مثالين. المثال الأول: لو قلت لكم اشتريت بيتا في الدلم، اشتريت بيتا مثلا في الخرج مثلا، معنى البيت لغة أنت تعرفه ولا لا؟ هل تفهم إذا قلت اشتريت بيتا يعني اشتريت ثورا؟ هل ينقدح في ذهنك حمار؟ هل ينقدح في ذهنك قطار؟ ما ينقدح في ذهنك إلا البيت المعروف، لأنك عربي وسمعت لفظة عربية فحملت هذه اللفظة العربية على المتقرر في لسانك. لكن هل أنت في نفس الوقت، يعني في حال كونك تعرف المعنى، هل تعرف كيفية وصفة البيت التي اشتريته؟ جواب لا، لأنك لم تره ولم تر مثيله ولم يخبرك الصادق عن كيفيته. فشيء لم تره
ولم ترى نظيره ولم يخبرك أحد عن كيفيته، فما الطريق إلى العلم بكيفيته؟ الجواب ما في طريق. فإذا بيتي هذا تعرفون معناه وتجهلون كيفيته. لو قلت لك اشتريت سيارة، فمعنى السيارة أنت تعرفها، لكن كيفية السيارة التي اشتريت أنت ما تعرفها. أنتم معي؟ هذا مثال ضربته حتى تتصوروا أن الشيء قد يعلم من وجه ويجهل من وجه آخر. هكذا صفات الله نعلمها من وجه ولكننا نجهلها من وجه، فنعلمها من جهة ماذا؟ معانيها، ونجهلها من جهة كيفياتها. لماذا علمناها من جهة المعاني؟ لأن الله خاطبنا بها بلسان عربي، فوجب علينا حملها على ذلك اللسان العربي. لماذا نجهل كيفياتها؟ لأننا لم نرى الله ولم نرى نظيره، أي لا مثيل له، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء منها. أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه. أخبرنا أن لربنا عينا وسمعا ويدا وبصرا وعلوا واستواء، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من ذلك. فكان الواجب علينا الإيمان بما أخبرنا به والكف عن ما لم يخبرنا به، لأننا عقولنا لا تعقل إدراكها لأنه لم ينقل. شيء ما نقل لك ولم تره ما تدري عنه. فهمتموني؟ نعم. طيب، مذهبنا هذا وسط بين طائفتين ضالتين، إحداهما الممثلة والثانية المفوضة. اسمعوا، الممثلة قالوا سلامتك، بل نعلم المعاني والكيفيات، وهي مثل كيفيات المخلوق، صفات المخلوقين. إذن تكلموا في المعنى وتكلموا في الكيفية. جاءتنا طائفة يقال لهم المفوضة، قالوا لا والله إلا لا نعلم المعنى ولا الكيفية. ما أدري إيش معنى الوجه. أنت عربي؟ نعم عربي. إيش معنى الوجه؟ ما أدري. يقول آيات الصفات، يقولون آيات الصفات بمنزلة اللغات الأعجمية التي تعرف حروفها ولا تعرف معانيها. أنت الآن لأنك تعرف حروف اللغة الإنجليزية قد تقرأ كلمة إنجليزية قراءة صحيحة، لكنك أنت ما تعرف معناها. فيقولون آيات الصفات كذا، هذا هروب. الله عز وجل خاطبنا بلغتنا التي نفقه معها نيها، ولم يخاطبنا بلغة أخرى. فجاء أهل السنة وقالوا لا، نحن نعلم المعاني خلافا للمفوضة، ونكل علم الكيفيات إلى الله عز وجل خلافا للممثلة. فإن قلت كيف تقول نحن نعلم المعاني والإمام أحمد يقول نؤمن بآيات الصفات لا معنى ولا كيف؟ قوله لا كيف ما في مشكلة ولا لا، لكن مشكلته في ماذا؟ في قوله لا معنى، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فنقول لا إشكال في ذلك، لأن المعنى الذي ينفيه الإمام أحمد هو المعنى الذي يفهمه أهل البدع من ظواهر نصوص الصفات، وأما المعاني التي يفهمها أهل السنة والجماعة فالإمام أحمد يثبتها كسائر أهل السنة والجماعة ولا ينفيها. ولذلك يقول أهل السنة أمروها كما جاءت بلا كيف. ولما جاء رجل للإمام مالك يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، أي في اللغة العربية، والكيف غير معقول، أي ما ندعي الكيفية، والإيمان به واجب لأنه خبر رباني جاء في القرآن، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة سمعوا هذه النصوص ولم يسألوا عن كيفيات شيء من ذلك. يقول الناظم وإن تسأل كيفية الصفات فمالك أجابهم بالآتي معلومة المعنى صفات ربنا مجهولة الكيف وبدع من فنى. يعني من أراد أن يتعرف عليك أن تبدعه. قال ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج.